عالسلامة. عالسلامة بيكو، عالسلامة بكل متابعينا نيو ميديا. أحلى ما فما أكيد. بيه لبيه. الحمد لله بخير ونعمة. من روحك؟ نعرفكم بروحي، معكم من أمام الكاميرا ماهر الصغير من مدينة المناسير، سيناريست وشاعر، وإن شاء الله مشروع مخرج. أي سبيا شاعر، مال عندك برشا شاعر؟ برشا شاعر. عندي واحد يقول صياد الرنة، عرفوني صياد الرنة، والمحفل بي يتعلى، صغير ماهر من السمي زين المحفل معروف، قولوا لعائلتها نخطب لو كان يعطوها. نزيدك حوجة أخرى. يا طاير في جو العلالي، سولتك بالله ترد لي سؤالي، فراق الأحباب زاد كدر حالي، طالت الغربة وطولت أيامي، وين الأصحاب وقت الشدة وين رجالي، زيتهم فراق الحبيب وشمت هالي. قالوا لي الغربة علاش تعرف باللي يسوى واللي ما يسواش، يا صاحبي يلزمك تجرب من حبيبك وعدوك، هذه فرص تجيك من غير ما يوريوك، يضحكولك في الشوارع في قلوبهم يكرهوك، غير كون عارف متدرب انت تنصحهم بالباهية وهم بالخايبة يكفوك. انت الشعر هذي اللي تكتب فيه وحدك، ما يعاونك فيه حتى حد؟ بوحدي شو جرد معتا، كيفش قول احنا افترالك تا نوع من الالهام وستخطو معتا، نعمل في الكتابة اون جينيرال. اكثر حاجة تعجبني في الدنيا هذه الكل الكتاب، نبدأ افضل شيء مثال صغير، نبدأ عندي مشكلة مثال ولا حاجة، ما رد فعل بدأ نشد ورقة ونبدأ نكتب. من الحاجة هيك كتبت، ولد معتا نخدم في ديكور ديمتراج، وإن شاء الله توقع نحضر في لونج ديمتراج فيلم، باش يكون العودة بالزمن الجميل مع فيلم تراثي، معايا الممثلة القديرة ناجي الورغي التي عرفت بدور أم التبر في مسلسل بن سيناي، وخدمت على ساميك اللي عنده برشا ما ظهروش، بديت إن شاء الله توا فما مشاهد بدينا نصوروا فيهم، وإن شاء الله بإذن الله الخدمة تخرج مزيان. معناها من الشعر دخلت لعالم التمثيل والمسلسلات وال من قبل ساعة نخدم مسرح وشيء، من المسرح احنا كيف نقولوا احنا عرفتك التطور في الحلمة، حبينا نزيدوا نكبروا الحلمة بتاعنا، كبرت حلمتي وإن شاء الله الجاي خير. الطريق أكيد مش سهلة. صعيبة برشا. وأما يقول لك في القرآن لا يوجد كلمة مستحيل، موجود إن الله على كل شيء قدير، معناتها فماش حاجة مستحيلة. وننصح أي شاب يسمع فيها، عندي إذا كان عندك حلمة كبش في حلمك. هذا شنو نقول لك؟ شكون اللي شجعك؟ من برشا معايا من الممثلين، فما ناجي الورغي، فما سي عبد اللطيف بوعليك، سي عرفة في محسن الرافع في نسيت اسمه مسلسل. برشا معايا شركة إنتاج في سوسة، قاعدين معناتها سي بوراوي لوحاشي زاد واقف معايا برشا، خاصة في الكتابة، كيفاش فسر الكتابة بتاعك الطريق بتاع اللهجة وكل حاجات هاكم، وإن شاء الله وكه جاي. عائلتك؟ واقفين معايا برشا، خاصة أمي نوجه لها تحية، أمي بابا أخواتي الناس الكل، أصحابي جماعة حومتي الناس الكل. وين تحب توصل بالضبط؟ اللي عندي هدف قبل الخلاف، اللي انا شنو نحب نوصل، عندي هدف صغير اللي انا نحب نوصل، اللي انا نحب نرجع الجو الزمني، نحب نرجع كما جو حتى كمسلسلات معناتها وكل شيء. الهدف بتاعي اللي انا وباذن الله باش نحقق الهدف بتاعي، وباش نخدم حاجة زمنية، باش ترجع الفرجة وترجع الجو بتاع خطاب على الباب وجو بتاع مطوس، ونرجع الجو القديم الفرجة، مش التوقعات ماش فرجة. يعني واحد من الناس علاش اخترت في الدومين هذايا، نحب نهار اللي نحب نعرض الفيلم بتاعي، نهار نجيب نهز معايا بابا، نهز معايا ماما، نهز معايا اخوات، نجيك لك انت بالزمن اللي نتش تفرج، مانيش لكن ما فماش كل حاجات تحاشم اللي انا بتنهزش معايا اختي ولا ما نهزش معايا احد. هذا شنو تتفرج انت نظيفه، ونرجع ترجع الحاجه الزمنيه نظيفه، الفرشه كما يقولوا، اللمه بتاع العائله وكل. يعني انت كيفاش تقيم المسلسلات والافلام الموجوده في الساحه توا؟ فما احتراماتي لبعض، فما وحيد مستويات ما تماش تفرج. يعني واحد من الناس سنين حكم ساعة بخلاف هيك، عندي شوية سيناريوهات مسلسلات كتبهم كل
في كل بعد ما شوق فتري نجبد هيك كل نهار نقرا حلقه ما نتفرجش يعني نتبعش. تقرا مسلسلاتك؟ نقرا في مسلسلات. تبعتش مسلسلات؟ تبعت شويه الفلوجه. خاطر فوق المسمار حسيت عمل بيز كثير قلت خلينا نتبع شوف شنو والله خلينا نقول كان مساجات فما مساجات وصلوا اما فما مساجات باهين وصلوا فما مساجات وسطهم خايبين على الاخر. انه الناس والتوانسه بصفه عامه توا متعطشين للحاجات نتاع التراث والمسلسلات القديمه. والدليل انه مازالوا توا شكون فينا مازال كي توا مع وقت اللي تعدى خطاب على الباب ولا تعدى اي مسلسل هيك كلنا تلقانا ملمومين ونفرجوا فيه. وزيد الاكثر دليل اللي هو فور اكزامبل سيت كوم تاع شوف لي حل. قداش من عام هيك وتو مازالت العباد حابه تتفرج عليه وكل شيء. حاشتنا بك الفرجه المزيانه الحاجه توصل كيفاش بس تاع اللمه وكل شيء. يعني انت حبيت تخدم على شيء هيك؟ نعم. ايه. بخلاف عائلتك والممثلين اللي حكيت لنا عليهم اللي قاعدين يشجعوا فيك، شكون اللي قاعد يشجع فيك اكثر على الفكره خاصه؟ زميلتك غايدة. غادة سامح. زميلتكم شيراز. برشا. اصحابك معنا. حابي عليكم وان شاء الله الجاي خير وكاو. ما الصعوبات اللي تعرضت لهم؟ من الاول ك بار اكزومبل في السبونسيرات صح بعتالي سبحان الله مع رجينا قيت سبونسيرات وفما من الاخر ما فماش صعوبات اسعى تلقى هذا ما نقول. مش صعوبات؟ اسعى حاجه صعيبه اسعى عليها وهيك تردها سهل. معناتها بالنسبة لي كل شيء حاضر. كل شيء حاضر، جاي بديت تصور في شوية مشاهد ماكس تاع شهر. التصوير؟ دينا في التصوير في صوروا فيه في مدينة تكرونة تابعة ولاية تفيصة. وإن شاء الله ماكس تاع شهير بالمرتاح يبدا حاضر. أوكي. نخلي لك كلمة الختام. شنو تحب تقول للشباب اللي عنده حلم يحب يحققه؟ نختمها بحاجة برك إذا كان عندك حلم كبش في حلمك راه ما فماش مستحيل وإن الله على كل شيء قدير. وعندي لحظة معي عندي طلب صغير نختمني وهيك كنا توصلنا نهاية هذا الفيديو ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. أعزائي المشاهدين ما تنساوش أبوني على نيو ميديا. ميرسي.